نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين. 11वां पारा सूरह यूनुस लेसन नंबर 117 आयत नंबर 71-109. लेकिन लेसन बहुत लंबा है तो हम इसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह. पहला पार्ट जो आज हम पढ़ेंगे वो आयत नंबर 71-92 इंशाल्लाह. अऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم. يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري. يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا. وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا. فعلى الله توكلت فأجمعوا. فأجمعوا أمركم وشركاءكم. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. أمركم عليكم غمة. أمركم عليكم غمة. ثم قضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر. اس روا کو وقف کی صورت میں کیسے پڑھیں گے؟ من أجر اور پڑھیں گے. ٹھیک ہے, کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ را ساکن سے پہلے ساکن ہے اور پھر اس سے پہلے زبر ہے, تو اس را کو وقف کی صورت میں پر پڑھا جائے گا. لیکن ملانے کی صورت میں کیسے پڑھیں گے؟ رائٹ, کیوں؟
کیونکہ اس کی اپنی حرکت زیر یا زیر کی تنوین موجود ہے اس لیے. ٹھیک ہے, ایک مرتبہ پھر سے پڑھ کے سنائیے, اور یہاں پر آپ کو پر را کے ساتھ وقف بھی کرنا ہے. پڑھیے. Excellent. بارک اللہ فیکم. ان اجری الا علی اللہ, ان اجری الا علی اللہ, وامرت ان اکون من المسلمین, فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم پھر سے پڑھیں گے. ذال پر جو تشدید ہے اس کو واضح کریں گے. ذال کی صفات زیادہ تر جو واضح ہوتی ہیں وہ رخوت, ٹھیک ہے, اور اس میں ہمس ہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو رخوت ہے آواز کو آپ کو جاری رکھنا ہے اور نرمی کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا, اور تشدید ہے تو یہاں پر صفات بھی ڈبل ہو جائیں گی. فَكَذَّبُوهُ كَذَّ, اور پھر ذال زبر کے ساتھ دوبارہ بھی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو نشان لگائیے اور پھر سے وجعلناہم تک پڑھ کر سنائیے. وجعلناہم خلائف واغرقنا الذین كذبوا بآياتنا وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين نطبع على قلوب
من بعدهم موسى وهارون. موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا. موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لم ما جاءكم. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا أسحر هذا أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. ولا يفلح الساحرون. ولا يفلح الساحرون. ولا قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه. عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما وتكون لكما الكبرياء في الأرض وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم. وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم. وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم. وقال فرعون أتوني بكل
فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر قال موسى ما جئتم به السحر اسراء کو کس طرح پڑھیں گے وقف کی صورت میں باریک پڑھیں گے اور ملانے کی صورت میں بول پڑھی جائے اچھا وقف کی صورت میں باریک کیوں پڑھیں گے را ساکن سے پہلے ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہے ٹھیک ہے کلیئر ہے نا سب کو ایک مرتبہ پھر سے پڑھ کے سنا دیجیے قال موسیٰ سے قال موسیٰ ما جئتم به السحر گڈ ان اللہ سیبطلہ ان اللہ سیبطلہ ان إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا إلا ذرية من قومه على خوف إلا ذرية من قومه على خوف جو کلمہ ہے ذریتی ٹھیک ہے را تشدید کے ساتھ ہے زیر کے ساتھ ہے باریک پڑھی جائے گی اور اس کی ساری صفات واضح ہوں گی اور تشدید بھی اچھی طرح واضح کریں گے آپ اور پھر یا یہ بھی مشدد ہے ٹھیک ہے ذریتم اچھا ذریا یا پہ پہنچیں گے تو آواز ایسی نہیں آنی چاہیے ذریتم کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے پھر سے پڑھ کے سنائیے آپ اللہ سے بارک اللہ فیکم علی خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم علی خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم وان فرعون لعال في الأرض وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين
وقال موسى يا قوم يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين 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 ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة زينة
وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا آمنوا حتى واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم يروا العذاب الأليم يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما اجیبت دعوتکما یہاں پر تا نہیں پڑھا جائے گا با ڈائریکٹ دال سے ملے گا ٹھیک ہے یہاں آپ لکھ سکتے ہیں کہ تا سائلنٹ ہے ایک قسم کا ادغام ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو بہت جلد اس کو پڑھانے والے ہیں دوبارہ سے میں پڑھا دیتی ہوں قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا جی کون سی مد بنے گی یہاں پر مد لازم سکس کاؤنٹس ٹھیک ہے پہلے مد کو کھینچا جائے گا اور پھر غنہ ٹو کاؤنٹس کا ادا ہوگا ٹھیک ہے وَلَا تَتَّبِعَنِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر وجاوزنا ببني
ہا بھی ساکن ہے اور را کو آپ کریں ٹھیک ہے. البحر جی پڑھ کے سنائیے. اور بی بنی پہلا با اس کے نیچے زیر ہے اور پھر دوبارہ با ہی ہے اور اس پر زبر ہے ٹھیک ہے. بی بنی دونوں اچھی طرح حرکات اپنے اپنے کلمات کے ساتھ واضح پڑھیں گے. اور البحر ہا بھی ساکن ہے اور را بھی ٹھیک ہے نا. پھر سے پڑھیے. احسنتم بارك الله. فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. بغيا وعدوا. حتى إذا أدركه الغرق قال أدركه الغرق قال قال آمنت أنه لا إله إلا قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل الذي آمنت به بنو إسرائيل الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قد عصيت قبل وكنت من المفسدين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. جی یہ پہلا طریقہ تھا. اب دوسرے طریقے سے پڑھیں گے جس میں دونوں حمزہ پڑھے جائیں گے. ال ٹھیک ہے پہلا تحقیق کے ساتھ سختی کے ساتھ جھٹکے کے ساتھ اور دوسرا تسہیل یعنی سہولت کے ساتھ ٹھیک ہے. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية فاليوم ننجيك
ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. جي، يعني تك ركينجي هم اس لسن کو اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ اس لسن کو مکمل کریں گے.